نكمل مع بعض المحاضرة الثانية من البايو ميكاترونكس. احنا كنا خلال الاسبوع اللي فات بدأنا مع بعض انترودكشن سريع كده على محتوى الكورس اللي احنا هنشتغل فيه، وقلنا ان موضوع البايو ميكاترونكس محتاجين يبقى عندنا خلفية ميديكال شوية عشان نوصل الى ان احنا ازاي نصنع او نعمل ديزاين لسيستم بايوميكاترونكس. عشان كده احنا بنقول في الانترودكشن بتاعنا، احنا عايزين قبل ما نخش في الخلفيه الطبيه او الخلفيه الهندسيه، اتكلمنا ايه هو التكنولوجي المستخدمه وساعدت ازاي الاطباء في الوصول الى ما احنا وصلنا ليه دلوقتي في مجال الطب. عشان كده كنا اتكلمنا على استخدام الكمبيوتر في استخدامه في العداد بتاع الدكاترة او الاطباء، وازاي ان هو يقدر يشتغل بيه في عملية الجدولة سواء تحديد المواعيد للمرضى او ان هو يقدر يعمل عملية هيستوري للمرضى الموجود عنده، بحيث ان هو اي كشف او اي تحليل او اي اشعة بيسجلها الطبيب عنده. اتكلمنا على بعض الاجهزه المستخدمه زي الالترا سونيك او اليو اس سيستم الموجود عندي، اتكلمنا على الام ار اي، اتكلمنا على السي تي سكان، اتكلمنا على بعض استخدامات التكنولوجي الهندسيه عموما في مجال الطب. النهارده بنكمل في نفس الموضوع وعايزين نشوف ايه هي الاستخدامات الثانيه للتكنولوجي الموجود عندنا. وخلال المحاضره دي هنتعرف على بعض البيزكس بتاع موضوع التطبيب عن بعد. عشان كده احنا بنتكلم على علم الامراض عن بعد اللي هم بيسموه تيليباثولوجي. يبقى انا في عندي ممكن ابقى راجل مريض وقاعد في بيته وانا محتاج دلوقتي اعالجه، بس مش لازم اروح له البيت. زي الوباء اللي احنا موجودين فيه حاليا، مش شرط ان الطبيب يروح او الممرض يروح، انا ممكن هو يتصل بيه في التليفون يقول لي الاعراض ايه، وفي الاخر انا بوصل ان هو اقدر اشخص المرض اذا كان كورونا ولا مش كورونا، وبالتالي بديله الايه العلاج المناسب. وبالتالي في التيليباثولوجي انا محتاج بعض الحاجات اللي توصلني ان انا اقدر اعمل تشخيص او علاج للمرض ده وانا بعيد، مش لازم احتك احتكاك مباشر مع المريض. عشان كده احنا بنتكلم ان لازم يبقى عندي ممكن عندي شاشه عشان كمبيوتر موجود معايا، ممكن انا اشوف المريض يبقى في احتكاك بينه وبينه او في رؤيه عبر الفيديو كونفرنس او عبر احد الابلكيشنز الموجوده. محتاج كاميرا تبقى موجوده معايا، محتاج بعض الاجهزه ان انا اشوفه عشان اقدر اعالجه، مش كده؟ يعني محتاج ان انا اركب له جهاز مثلا رسم قلب في البيت عندي، محتاج ان انا يبقى عندي جهاز قياس للضغط، محتاج ان انا عندي جهاز يقيس الاكسجين في الدم. كل دي اجهزه المفروض تبقى ايه متاحه. عشان كده اقول لك ان انا عشان اهيئ الناس او اهيئ المدينه او اهيئ الريف القريه لموضوع التيليباثولوجي ده، وان انا اعمل تشخيص للامراض عن بعد، محتاج بعض الامكانيات. عشان كده في الجمله اللي بتظهر دي يقول لك ان المستشفيات او الوحدات الصحيه في القرى عشان تقدر تشتغل في موضوع التشخيص عن بعد ده لازم تديني فاسيليتي. فاسيليتي ليه يا عم؟ انا الوحده الصحيه في قريه صفت تراب محتاجه تتصل بي المستشفى المركزي في المحله الكبرى. هيقدر يتصل بيه عباره عن ايه؟ قول له وريني المريض اللي عندك عشان الطبيب اللي عنده يعالجه وهو قاعد، مش شرط يجي المريض هنا في صفت في الوحده. وبالتالي هنا يقول لك ان الرولر هوسبيتال دي او اللي هي الوحدات الصحيه او المستشفيات القرويه الموجوده عندي لازم يبقى عندها كابابيلتيز او عندها امكانيات او قدرات معينه ما يقلش عنها عشان تقدر تشتغل في ايه؟ في موضوع التيلي دي. يقول لنا كلمه تيلي دي قبل كده ان هي بعمل حاجه عن بعد، ات ديستانس. وبالتالي هنا لازم عشان تتصل بريسيرش هوسبيتال، مستشفى المحله المركزي، مستشفى طنطا مش عارف ايه، مستشفى القاهره مش عارف ايه، يبقى انا بقول ان انا لازم عندي ميكروسكوب عايز اشوف حاجه او احلل حاجه وابعت العينه دي للقاهره، يا اخوانا والله العينه دي تحليلها كذا، عايز اشوف كاميرا يبقى عندي كاميرا موجوده على الاقل، عندي شاشه ممكن اشوف عليها واستقبل عليها او ابعت من عليها الايه الداتا الموجوده عندي. عشان كده بقول لك من اجل ان يتمتع المستشفى الريفي بقدرات معينه لعلاج الامراض عن بعد، لابد ان هو ايه عليه ان هو يشتري ميكروسكوب ويشتري كاميرا ويشتري شاشه موجوده عندنا. وده هياخدنا لحته ثانيه ما يعرف باسم التيلي ميديسين. تيلي ميديسين، وده موضوع مهم جدا في مجال البايوميكاترونكس عموما، لان من غيره حاليا في ظل الوباء اللي احنا فيه
الموضوع بقى صعب جدا، صعب ان انا احتك مباشرة مع المريض. وبالتالي هنا دخلنا في موضوع التيلي ميديسين اللي هما بيسموه الطبيب عن بعد. الطبيب عن بعد ده بيعمل ايه بقى؟ هتبص تلاقي ان الطبيب عن بعد ده ان هو ممكن زي ما انت شايف كده يبقى انا محتاج شاشة عشان المريض هو وقت انا كطبيب او انا كطبيبة قاعد شايف المريض وانا بعالجه، محتاج ان هو والله طب وريني بدل ما اروح للطبيب يقول لي افتح بقك كده وطلع لسانك طب اشوف زورك، ممكن انا الكاميرا ايه اعمل نفس الكلام وانا قاعد في البيت. يبقى الطبيب بيشخص وهو بعيد ما احتكش بالمريض. طبعا ده له مميزات ان هو بيقلل انتشار العدوى، بيقلل المجهود لو المريض مش قادر يسافر او قادر يتحرك من بيته، هو امكانياته موجوده في البيت او في المكان اللي هو فيه واقدر اوصل بيه للتشخيص المناسب. عشان كده كلمة تيلي ميديسين بتعرف ان هي عبارة عن ريموت دياجنوستس. ده احد الحاجات او احد الوظائف اللي انا بقدر اعملها من خلال الايه؟ التيلي ميديسين ده اللي هو التيلي دياجنوستس. يبقى انا بتكلم على ايه؟ على تشخيص عن بعد. شخصني عامل بس ومالكش دعوة. تمام؟ طيب انا اسامة لما شخص المرض ممكن يكون تشخيصه غير مناسب. مش كده؟ فانا ممكن اعرض نفس الحالة على طبيب مش موجود في القاهرة او موجود في المحلة، ممكن اعرض نفس الكلام على طبيب في امريكا لو احنا محتاجين تدخل او محتاجين راي ايه متخصص في حاجه زي كده. طيب يبقى في عندي ريموت دايجنوستس وممكن في نفس التوقيت اعمل ايه؟ اعمل تريتمنت. يعني ايه؟ والله انت الاعراض اللي عندك دي بتقول ان انت عندك المرض الفلاني او عندك دور برد او عندك كورونا، يبقى انت تاخد العلاج دوت وما تاخدش العلاج ده عشان الاعراض او اللي انا شايفه على الشاشه قدامي بيقول ان انا التريتمنت المناسب او العلاج المناسب لحضرتك هو بالشكل ده. عشان كده بنقول ايه؟ ان الكلام ده مش هيتم الا عبر تيلي كوميونيكيشن تكنولوجي. عشان كده بيربطوا التيلي ميديسن او البايوميكاترونكس ان لولا وجود الكوميونيكيشن الكويس ما كانش هيبقى فيه طبيب عن بعد كويس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو حضرتك ما عندكش انترنت كويس وانا بقول لك شغل الفيديو كونفرنس دلوقتي او اعمل لي ايه فيديو ميتنج، لو انت ما عندكش نت كويس هتعمل ايه؟ هتقول انا هعرف مش هعرف اشوف صح؟ لو الكاميرا عماله تقطع، لو فتحت بقك وطلعت لسانك انا مش شايف حاجه اصلا، اقول لك انا مش شايف حاجه. عشان كده بنقول ايه؟ ان لازم يبقى في عندي تيلي كوميونيكيشن تكنولوجي متاحه. طيب الكلام ده على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي؟ كلما كان المستوى ابعد او الديستنس ابعد كلما كان الموضوع اصعب وبالتالي محتاج تكنولوجي اكتر. مش كده؟ ما عادش موضوع الانترنت ده ينفع معايا، ما عادش ال 4 ميجا وال 30 ميجا بتوعنا بتوع مصر هينفعوا، ده انا محتاج ان انا ابعت ايه؟ ابعت لحاجه بعيده وبالتالي محتاج سرعه انترنت عاليه، محتاج ان الكاميرا اي حركه بتتم هنا توصل هناك، يعني ما توصلش بعدها بدقيقه مثلا عشان اشوف، ممكن يكون هو بيقيس تحرك عصب معين او ايد معينه او جزء في الجسم معين. وبالتالي الاعتماد الاساسي في التيلي ميديس على ان الكوميونيكيشن بتاع حضرتك يكون ايه؟ يكون كويس. طيب ناس بتقول لي انا ممكن ابعت على البلوتوث او الواي فاي في المسافه البعيده، انا محتاج ساتلايت، يبقى انا محتاج ان انا اعمل ابلود للداتا دي على الايه؟ على الساتلايت الموجود. الموضوع ممكن ما يكونش متطرق زي ما احنا هنشوف بعد شويه ان انا مجرد ابعت فيديو بس او اعمل فيديو ميتنج، ممكن ابعت الاشعه، ممكن يبقى عندي ملف قد كده محتاج ابعته، صور الاشعه كلها محتاج ابعتها. عشان كده احنا بنتكلم في المفروض يبقى في عندي كمبيوتر تيلي كوميونيكيشن وعندي انترنت وعندي كوميونيكيشن تكنولوجي سواء كانت ار اف ريديو فريكوانسي او واي فاي او ساتلايت. ليه؟ عشان اعمل ميديكال كير للبيشنت بتاعي. بس خلي بالك احنا بنتكلم على ات ديستانس، وات ديستانس انا حاططها باللون الاحمر ليه؟ عشان اقول لحضرتك ان ات ديستانس دي بتعني موضوع التيل. ما هو في ميديسن في المستشفى مش كده؟ لكن عشان يصبح تيلي ميديسن لابد ان هو يكون على بعد مسافه معينه. هل شرط ان انا العلاج بتاع التيلي ميديسن ده او الطبيب عن بعد ده يبقى مريض في البيت والطبيب في المستشفى او في بيته او في عيادته؟ ليس شرط، ممكن يبقى المريض نفسه في المستشفى وانا محتاج ان انا وانا ماشي في الطريق مسافر للقاهره انا كطبيب اتابع حاله المريض وانا ماشي، مسافر مؤتمر اتابع حاله المريض يوميا او كل ساعه او كل نص ساعه اشوف الايه الهيستوري بتاعه شغال ازاي. عشان كده الموضوع بيتكلم ان هو بيصبح كوست افكتيف. كوست افكتيف منين؟ يا عم ده انا شاري كاميرا وشاري كمبيوتر حديث وجايب انترنت 30 ميجا ب 150 جنيه في الشهر وشاري حاجات كتير، هو فين بقى الكوست افكتيف هنا؟ ان الكلام ده لو حضرتك اشتريته مره واحده او المستشفى اشتريته مره واحده عندها استعداد دلوقتي مش كل شويه الطبيب من امريكا يجي يزور المستشفى في المحله،
هو عنده استعداد يطبق الكلام ده او يشوف الكلام ده عن بعد، ما عادش محتاج يجي. فانا كلفت مره واحده وبالتالي خلاص الطبيب بقى موجود بالسنة معايا، وعندي اتصال مباشر مع المستشفى في امريكا ومع الاخصائيين في امريكا، وبالتالي انا وفرت التكلفه اللي كنت كل شويه عشان اجيب الطبيب ده المحله او اجيبه القاهره، لازم اجيب التذاكر الطيران على حسابي وارجعه على حسابي، المبيت على حسابي، ما انا وفرت ده كله. لذلك احنا بنقول ايه، انه اصبح كوست افكتيف على المستوى الايه، على المستوى البيت. طيب في التطبيب عن بعد العنصر الاساسي زي ما قلت لحضرتك هو ايه، ان يبقى عندي لاج في الكوميونيكيشن. لو ما عنديش انترنت كويس وما عنديش كمبيوتر كويس وما عنديش ارسال عبر الساتلايت او غيره كويس، هو ده المشكله الوحيده في موضوع التطبيب عن بعد. لكن توفير المريض موجود، توفير الطبيب هيبقى موجود، لكن هو الفكره في وسيله الاتصال ما بين ايه، ما بين الاثنين. يبقى انا هنا ممكن الممرض في المستشفى باستخدام التكنولوجي الموجوده عندي ان هو يصور المريض وهو نايم، تحركاته، حركه رجليه، حركه ايديه، حركه اعصابه، وبالتالي في المستشفى ممكن اوفر التكنولوجيا دي وياخد انا الكاميرا دي او الصوره دي ابعتها ايه للطبيب عشان يشوفها بس كل شويه. بعمل له تحليل كل ساعه، يقول لك المريض ده محتاج تحليل كل ساعه 2 3 10، يبقى انا برضو محتاج اسامه هو نايم في البيت او قاعد في البيت يبص على التحليل عشان يقول لي والله دي له علاج، طب وقف العلاج ده وغير العلاج الفلاني. يبقى انا محتاج هنا في الحاله دي اشكال التليميديسين شكلها عامل ازاي. الاشكال دي ممكن اللي اقدر ابعتها ممكن تبقى فويس، يعني ايه يا عم، ممكن التطبيب عن بعد ده يا دكتور فلان والله انا عندي واحد اتنين النهارده صحيت من النوم حسيت بوجع في زوري ورشح مش عارف فين وتكسير في العظم، الحاجات اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا حاليا، بتديله الاعراض بالتليفون مش شرط ان هو يشوفك. اه والله ده انت كده عندك دور برد وعندك مش عارف انفلونزا، ممكن يبقى عندك مشكله، يبقى الموضوع ممكن يبقى عبر التليفون، تمام، زي ما احنا هنشوف في الاوريجين اللي جاي. ممكن يبقى داتا تحاليل طلعت في ورقه حضرتك بايه بتبعتها له، والله انا عملت التحليل ده وده صوره التحليل اللي موجود عندي. ممكن يبقى ايمج صوره الاشعه اللي حضرتك عملتها، عملت سي تي او عملت ام ار اي، فانت بتبعت له الكلام ده عبر التليكومنيكيشن سيستم الموجود عندك. ممكن يبقى موشن فيديو او لايف فيديو، يبقى انت بيشوفك باستمرار عشان يشوف حالتك، ممكن يكون عندك مشكله في الحركه نفسها وبالتالي لازم الطبيب ايه يشوف. طيب استخدامات التليميديسن هتبقى في ايه؟ عشان استخدم انا موضوع التطبيب في البعد ده بستخدمه كذا حاجه، خلي بالك، يبقى انكلود ايه؟ اول حاجه دايجنوستس، اشخص، ممكن يبقى مهمه الموضوع ده دايجنوستس بس، اقول لك والله بص طب انا اللي انت بتتكلم فيه ده او اللي انا شفته ده معلش انت بتعلي العياده او لازم اشوفك في المستشفى، في اطباء يقول لك كده صح؟ والله الكلام في التليفون مش هينفع معايا، ليه؟ لان انا في حاجات كده مش واضحه بالنسبه لي، لازم اشوف جسمك او اشوف ايه او اعمل عليك كشف، زي ما احنا قلنا المحاضره اللي فاتت كشف سريري، يعني تنام على السرير واكشف على بطنك واكشف على دماغك واقيس مش عارف ايه، ده ممكن يبقى الدياجنوستس بس، تمام؟ ممكن يبقى ان انا اتابع المريض زي ما قلت لحضرتك على الابلكيشن بتاع الموبايل دلوقتي، اقدر اشوف حضرتك وحضرتك نايم على السرير، تمام؟ بتحرك كويس، فقت، لسه في غيبوبه لا قدر الله، في مشكله، يبقى انا مشاهده المريض عن بعد. حاجة التانية ان انا او الحاجه الاخيره ان انا بعمل التريتمنت، يبقى انا ممكن اوصف لك العلاج من غير ما تيجي العياده. في ناس وخصوصا في الجائحه الاخيره ديت قال لك اي انت ممكن ما تجيش، وفي ناس تطوعت ان هي ابعت لي بس مش عارف الاعراض، ابعت لي صوره الاشعه، ابعت لي صوره التحاليل، وانا هكتب لك العلاج او البروتوكول اللي حضرتك ايه اللي حضرتك عايزه. عشان كده من ضمن استخدامات التكنولوجيا في الطب اللي هو الانتر اكتف فيديو كونفرنس. والفيديو كونفرنس هنا في الحقيقه احنا عايزين نقسمه لحاجتين. الفيديو كونفرنس قد يتطلب وجود المريض والطبيب، مش كده؟ ده اول الصوره الشائعه عننا في موضوع التطبيب عن بعد، ان انا يبقى في عندي اتصال مباشر بيني وبين الايه؟ المريض. طيب اسامه كطبيب خد خلاص وشاف عمل فيديو كونفرنس مع المريض وخلاص، قلت له شكرا يا عم فلان، انا ايه؟ اديني بس شويه كده وهرد عليك. ليه بقى؟ لان انا هرد عليك ليه؟ لان عندي حاجات انا ممكن ما اكونش قابلتها، وبالتالي محتاج راي متخصص معايا او راي استشاري معايا او راي واحد اكبر مني او واحد اقوى مني في النقطه دي او متخصص في الحته دي، فانا ايه لازم اعرض عليه الموضوع ده. عشان كده احنا بنتكلم ان ممكن يبقى في كوميتي او كونسلتو زي ما احنا بنسميه، مجموعه من الاطباء قاعدين وبيشاهدوا مجموعه ثانيه من المرضى، او خلي بالك الصوره اللي قدامنا دي تقول ايه؟ ان انا ممكن يبقى الاتصال او الفيديو كونفرنس بين مجموعه متخصصين في مصر ومجموعه متخصصه اخرى في مكان تاني، مش كده؟ يبقى الفيديو كونفرنس هنا قد يكون بين طبيب ومريض،
بأحد الصور الموجودة عنده. قد يكون بين طبيب وطبيب، أو قد يكون بين كوميتي من الأطباء وكوميتي أخرى من الأطباء. ممكن يبقى والله مستشفى المحلة عايزة تتصل بمجموعة متخصصين في مستشفى القاهرة، ده على مستوى المحل. ممكن لا، ده احنا مستشفى الجلاء في القاهرة عايزة تجيبي المتخصص فين؟ في أمريكا. طب احنا الوقت عندنا مريض أوضاعه 1 2 3، رأي حضرتك ايه؟ والله احنا ممكن نعمل كذا. طيب لو ما لقناش الكلام ده، هتلاقي ان الفيديو كونفرنس ممكن يبقى لايف مباشر، صح؟ ممكن يبقى تو واي وممكن يبقى وان واي. يعني ايه تو واي؟ بسمع وبستقبل، يعني ايه الاثنين شغالين، انا بسمع وبرد عليه. طيب الميزه في الفيديو كونفرنس، عشان يسميه فيديو كونفرنس لازم يبقى انتراكتيف. انتراكتيف يعني ايه؟ لما اسالك سؤال ترد عليا، مش كده؟ يبقى انا لما اسالك سؤال لازم ترد عليا. طيب هنا برضو ما زلنا في قلنا في الفيديو كونفرنس لابد من توافر الكوميونيكيشن تكنولوجي اللي توصل لي ان الصوت ما يقطعش، زي الميتنج اللي بتحصل دلوقتي على الانترنت في الاونلاين ليرنينج. يقول لك ايه ده الصوت بيقطع، ده انا مش سامع حاجه، ده صوتك راح، ده الكاميرا راحت. دي مشكله من مشاكل الكوميونيكيشن الموجوده عندي. طيب ممكن يبقى الموضوع اوديو بس، يعني بعمل كونفرنس عبر التليفون، مش كده؟ يبقى انا محتاج الصوت بس، لكن ممكن يبقى فيجوال، انا محتاج ان انا اشوف حضرتك معايا. يبقى انا ممكن في الفيديو كونفرنس عشان يبقى انتراكتيف محتاج كاميرا، محتاج شاشات، محتاج دوكيومنت، محتاج سوفت وير، مش كده؟ سوفت وير ليه يا عم؟ ان انا ممكن اجيب الهيستوري المتسجل للاشعه وخلافه من على اجهزه الاشعه واقول لك ايه الحاجه اهي. محتاج سكانر، لو انا مثلا محتاج اسحب الورق ده على سكانر، محتاج كاميرا او تليفون عشان يديني صوره واضحه بالنسبه لي حاجه زي كده. يبقى ده الفيديو كونفرنس اللي احنا بنتكلم عليه انتراكتيف، يبقى فيه تفاعل بين وبين المريض او بين وبين الكوميتي الموجود. لايف تو واي، لازم يبقى تو واي. ممكن يبقى فيه مور بيبل ات ديفرنت جيوغرافيك لوكيشن، يبقى ممكن في مصر، ممكن في امريكا، ممكن في اي مكان. ممكن يبقى فيس تو فيس، يبقى انا شايفك وحضرتك شايفني عبر الاوديو والفيجوال اكستشينج الموجود مع حضرتك من خلال الكاميرا والشاشه الموجوده عندنا. طيب في عندنا حاجه اسمها امرجنسي ميديكال تكنيشن، ده بيستخدم التيلي ميديسين تكنولوجي. يعني ايه؟ لا قدر الله في حادثه على الطريق السريع على الطريق الدولي، تمام؟ والحادثه دي محتاج ان انا وانا في مكان الحادثه، خلي بالك ان في حالات ممكن تبقى حالات اصابه شديده، وبالتالي محتاج وانا في مكان الحادثه اعمل ايه؟ يبقى في طبيب معايا. طب افرض ما فيش طبيب في عربيه الاسعاف، هو بيطلع واحد السواق وطلع اي واحد معاه كده من التمريض، يا عم روح هات الراجل ده، مات ما ماتش، ايه ده اللي بيحصل عندنا. لكن الطبيعي اللي المفروض يحصل ايه؟ ان انا بقى في عندي ايه؟ راجل تكنيشن. تكنيشن ده يعني ايه؟ فني او مسعفين طوارئ. يعني ايه مسعفين طوارئ؟ ان هو لما يروح للمريض يعرف يعمل له الاسعافات الاوليه، متعود او عارف التكنيكس او السيكونس اللي المفروض يتم ازاي. لكن احنا عندنا في مصر ايه؟ الراجل حادث على الطريق، يا عم الاسعاف يجي بعد ساعه. ده ما عادش امرجنسي، ما عادش في تيلي ميديسين الموجود مع حضرتك. وبالتالي احنا محتاجين هنا في موضوع الامرجنسي بالذات ان يكون عندي متخصص بيسموه الام تي، اللي هو الامرجنسي ميديكال تكنيشن، عشان يعمل ايه؟ يستخدم التيلي ميديسين وهو في مكان الحادثه. هيعمل ايه الراجل ده؟ عندي حاله خطيره في مكان الحادثه، مش شرط انقله، ممكن صعب ان انا انقله لعربيه الاسعاف حتى واتحرك بيه ربع ساعة ولا ساعة ولا نص ساعة لما اوصل للمستشفى. يبقى انا محتاج الراجل التكنيشن ده وهو رايح يبقى عنده الامكانيات والقدرات ان هو يروح يقيس الضغط ويقيس رسم القلب، يشوف الراجل ده شغال ولا لا، يعمل رسم مخ، صح؟ يقيس لو في عامل حاجة بتعمل مثلا اسكان على العظمة او الدماغ او الصدر والكلام ده كله، ياخد الحاجة دي ويبعتها له بايه؟ عبر التيلي ميديسين تكنولوجي او الكوميونيكيشن تكنولوجي. عشان تعمل ايه؟ عشان اقول لك والله المريض ده لازم يتحرك دلوقتي او على ما يوصل المستشفى هيموت، او خليه زي ما انت، بس انت ايه اعمل له الاسعافات دي على ما ايه اجيب لك العربيه المجهزه اللي تنقله، او الراجل ده محتاج طياره عشان تنقله المستشفى مش عارف فين في القاهره. يبقى انا هنا التيلي ميديسين ما زلنا بنقول ان هو ايه مهم، لكن لابد ان هو يبقى في عندي تكنيشن شغال على القصه دي، يعرف ايه انت عملت رسم قلب وعملت رسم مخ وعملت مش عارف ايه وانت هناك، وقست الضغط وقست السكر وقست مش عارف ايه، بس ما عرفش تبعته. عملنا حاجه؟ ما الراجل ده مات برضه، ما عملناش اي حاجه. عشان كده في مكان الحادثه اللي احنا بنتكلم عليه ممكن اقدر احط
الداتا الموجودة عندي، اخد الداتا الموجودة عندي وابعتها ايه للطبيب زي ما احنا هنشوف دلوقتي. اقول لك ايه، بقول لك بعمل كوليكشن لريال تايم الكتروكارديوجرام للاي سي جي، بعمل حط رسم القلب على الراجل ده اشوفه قلبه شغال ولا مش شغال، سيجنال فروم او موبايل اول هوم باوند بيشنت، الراجل ده في البيت يعني ممكن اروح البيت او في الحادثه او في الامرجنسي موجود معايا، ممكن تكون الامرجنسي ديت في البيت، ده الراجل ده عنده ازمه قلبيه لا قدر الله، فانا محتاج اروح له ايه البيت، الاسعاف هتروح له البيت او في مكان الحادثه الموجود عندي، ومحتاج ان انا اعرف مكانه مش كده، الجي بي اس بتاعي عشان اعرف احدد الموقع عشان اقدر احسب حسابات ليه، لان مثلا الحادثه في دمنهور وانا محتاج اتنقل اسكندريه، من دمنهور اسكندريه العربيه تقريبا هتاخد مثلا 3 اربع ساعه، الراجل ده لما يجي يوصل اسكندريه هيموت ولا هنلحقه، يبقى انا برضو محتاج الجي بي اس هنا او الجلوبال بوزيشننج سيستم عشان اشوف اللوكيشن بتاع الداتا فين، تمام. محتاج اعمل ترانسميشن للريموت ستيشن اللي الكمبيوتر الثاني ده عشان ايه، اعمل ديسبلاينج ليها واعمل دياجنوستس واعمل اشوف الراجل ممكن يديني يوريني صوره المريض، طب الراجل ده كده تبص تلاقي الراجل مش قادر اتحرك مش قادر ارفع رجلي ليه، يبقى ده لو حركت رجله غلط او واحد شاله بشكل غلط ممكن بدل ما نيجي ننقله اسعاف نبوظ الدنيا ايه معاه، عشان كده الفيزيشن في الامرجنسي ديبارتمنت يبقى جاهز. طب الراجل ده على ما يوصل في النص ساعه او 3 اربع ساعه احنا محتاجين نجهز له ايه في المستشفى، ده محتاج وحده عنايه مركزه ومحتاج سرير ومحتاج مش عارف ايه ومحتاج العلاج الفلاني، عشان كده في التيلي ميديسن او التكنولوجيا الموجوده عندي في الامرجنسي بالذات احنا محتاجين ناخد احتياطات اللي هو او الاستعدادات عشان الراجل الايه اللي جاي، عشان كده بقول لك المسعفين في سياره الاسعاف او بيبعتوا الاشارات بتاع القلب للايه للطبيب، هو شغال لسه في الامل ولا مفيش، خلاص الراجل ده بيموت يعني انا هبلغك انت كمسعف ايه ما تتعبش نفسك ما تجريش او ما تستعجلش انا هو خلاص مات، تمام. لكن في نفس الوقت ممكن اقول لك انت بخليك او حافظ عليه بالشكل الايه الفلاني. ممكن في بعض الاحيان وخصوصا عند الاطباء بتوع الاسنان، عند الاطباء بتوع الاسنان في حاجه اسمها كومبيوترايزد تشارتنج، يعني ممكن اخد الداتا بتاع حضرتك وحللها وارسم تشارت بيها، زي ان انا سوفت وير صغير كده باستخدام الموبايل واستخدام التكنولوجيا المختلفه، انا على الكمبيوتر هنا هشوف تشارت، هرسم تشارت ايه، اشوف الهيستوري بتاع حضرتك انت في النازل ولا في الطالع، وبالتالي هنا في الكمبيوترايزد اهوت بقول لك بستخدم الكمبيوتر عشان يعمل ايه، يعمل ستورنج يخزن الداتا الموجوده عندي او احفظها لفتره جايه، اقول لك والله الداتا دي احنا هنخزنها عندنا عشان الاستشاري الفلاني اللي جاي من المانيا جاي الاسبوع الجاي، هخزنها وساعه ما يجي هو ايه هبدا اعرضها له لكلينيكال ريكورد، يبقى في عندي تسجيلات معينه او قيم لاشارات معينه بقيسها لايه للامبورتنت فاكت، يبقى في حاجات مهمه على المريض دوت لازم اعرفها اللي هو الهيستوري اللي موجود عندنا، الراجل ده والله خد علاج من شهر كذا لشهر كذا، طب العلاج ده كل يوم بسجل الريكوردز المختلفه دي او التسجيلات المختلفه دي اقول والله ده بيتحسن او ما بيتحسنش، عشان نعمل ايه، عشان نشوف الميديكال هيستوري اللي احنا بنتكلم عليه، عشان نشوف النيرسينج هيستوري احنا عملنا ايه معاه، يعني جاله ممرض اداله حقنه تخدير غلط صح او حقنه علاج غلط اداله كميه زياده، يبقى في عندي هيستوري برده موجود عندي هيوصل لي ان انا الاكزامينيشن او التوصيف او التشخيص بتاع الطبيب يبقى ايه، يبقى بالنسبه لي افضل. الحاجات الخاصة بالمعامل ريبورس الموجودة عندي عشان اعمل دايجنوستيك تيست مظبوط لما الاستشاري يجي، وبالتالي الرسم بالحاسب ده هيديني انديكيشن والله اقول للراجل ده في تحسن، بعمل الشارت كده في زيادة ولا في تناقص، في حصل مشكلة او حصل دروب في منطقة معينة او في وقت معين، يبقى ده كانت مشكلة التمريض ولا مشكلة المريض نفسه، الكابل كان شغال كويس في الفترة دي وما اشتغلش في الفترة دي ليه، فده بالتالي كله بس بقدر استخدمه. طيب من ضمن الحاجات برضه بقول لحضرتك اللي احنا بنستخدمها الرسوم بالحاسب. الوقت انا الاطباء بتوع الاسنان في بعض الاحيان يقول لك ايه؟ في طربوش ينفع مع اسامه وفي طربوش ما ينفعش معاه. صح؟ فده جه منين؟ بناء على قياسات معينه عندهم يقدر يحدد انهي ايه؟ حاجه بعمل له سوفت وير كامل، فده برضه من استخدام التكنولوجيا الموجوده عندي. وفرت ان انا ممكن في حاجه زي كده هتبص تلاقي الاثنين على الشمال كده كل المرضى الموجودين عندي. الموضوع ده بيستخدم في ريسيرش سيستم. يعني انا هعمل قاعده ان انا كل ما المريض يخش اسجل الايه؟ الداتا بتاعته. الاسماء اللي على الشمال ديت اللي انت شايفها باللون الاخضر والاحمر اللي على الشمال دي والمواصفات او الحاجات البارامترز اللي انا بقيسها منه.
طبيب الاسنان او اي طبيب بيحط بيسجل الكلام ده عنده. طيب انا النهارده دخل لي على الشمال مثلا 100 مريض، فبعد انا اناليسس على الداتا اللي انت شايفها دي، هو في شركات متخصصه في عمل هذا السوفت وير بتديله، انا بعد كده فاسيلتي ان انا اعمل اناليسس، اسامه كان عنده ايه واحمد كان عنده ايه ومحمد كان عنده ايه، في الاخر باخد بحلل الداتا دي واقدر اوصل لنقطه ريسيرش موجوده مع حضرتك، اقول لك والله ده انسب علاج لكل المرضى اللي عندهم الحاجه الفلانيه هو العلاج بالشكل ده. ده محتاج طربوش او مش محتاج طربوش، محتاج يعمل تقويم ولا مش محتاج يعمل تقويم. طبعا في كل الاشكال المختلفه اللي هم شركه السوفت وير بيطبقها او بتعملها عشان تدي فاسيلتي للطبيب ان هو ايه يختار، ويعمل وممكن يعمل سيميليشن انا اختار له سنه الشكل الفلاني ده، طب ده هيمشي مع تشخيصه ولا لا؟ هيمشي مع العظم بتاعه او السنان بتاعته او الكالسيوم بتاعه او الكلام او لا؟ وبالتالي هنا احنا بنتكلم في موضوع الكمبيوترايزد تشارتنج، سواء كان في عمليه دايجنوستس للداتا او عمليه ريسيرش في بعض التخصصات، ان هي مفيده لان انا برضو في التلي ميديسين ممكن احتاج ده. ليه؟ انا هبعت الداتا بيز الموجوده عندي ديت لطبيب تاني او لاستاذ تاني في معمل في امريكا مثلا او في انجلترا عشان اقول له والله انا وصلت النهارده للداتا دي او للريزلتس دي، راي حضرتك دي ينفع تتنشر كمثلا كبراءه اختراع ولا ما تنفعش؟ وده احنا بنستخدمه سواء على المجال الطبي او المجال الهندسي الموجود عندنا. طيب حاليا التكنولوجيا مستخدمه في الفارماسي مش كده؟ فين بقى الموضوع ده؟ من ضمن تطبيقات البايوميكاترونكس حضراتكم في الصيدله او في الصيدليه عموما، يعني الصيدله دي بيعملوا بقى ايه؟ طبعا دلوقتي بتيجي عربيه الشركه بتاع الادويه يوم جاي منزل له 3 4 كراتين، صاحب الصيدليه ماسك الكراتين دي مفضيها على البنك عنده او البنش عنده وعمال ايه يرتب فيهم، ما عندوش اي داتابيز ان العلاج الفلاني او الصنف الفلاني من العلاج الفلاني ده ناقص. اللي بيحصل في الصيدليه دلوقتي ايه؟ تبص تلاقيه ماسك دفتر كبير كده او اجنده كبيره، والله الكونجستال خلص، فاكتب اكتب يا بنتي ايه ان الكونجستال ناقص عشان لما نيجي ايه يطلبه، فكدف ورقه فالدنيا تايهه. لكن انا ممكن باستخدام التكنولوجيا دلوقتي اعرف ايه الصنف اللي ناقص عندي مش كده؟ يبقى انا في الصيدليات الكبيره زي العزبه وخلافه تبص تلاقيه اي صنف بيطلع من عنده بياخد الايه الباركود بتاعه وهو بيتسجل على الايه على السوفت وير مش كده؟ فدلوقتي انا كان عندي 1000 علبه من ده طلع منهم 10 يبقى فاضل عندي 900، طلع منها عندي 1000 يبقى انا ايه عندي زيرو، محتاج ايه اغزل الصيدليه تاني بالكلام ده. عشان كده اكن ايه شايف الشاشه دي، الشاشه دي بتقول لك مين طلع ومين ايه خرج، فبعمل ايه اكني بعمل بظبط الرفوف او السلوتس بتاعت بتاع الادويه من خلال الكمبيوتر الموجود عندي. لذلك احنا بنقول ايه الموضوع كله فين؟ بعمل ريفيلنج للميديكيشن بتاعي او للعلاج بتاعي اوتوماتيك من خلال سوفت وير موجود مع حضرتك. طيب طبعا بيبقى في سوفت وير الناس عاملاه طبعا زي الشركات دي كده بتعمل سيستم كامل بيشتغل على الكونسامشن او الاستهلاك بتاع الادويه، ويقدر يقول لحضرتك انا مباشره متصل مع شركه الادويه، خلي بالك ان انا عندي عجز في الصنف الفلاني، ما عادش بقى لازم مندوب الشركه يجي لي قدام الصيدليه والنبي بكره وانت جايب هات لنا مش عارف كام. لا ده الموضوع ايه؟ اصبح الاتصال مباشره مع السوفت وير ده مع الشركه، صيدليه اسامه محتاجه النهارده الصنف الفلاني. محتاجه مثلا 50 علبه، محتاجه 100 علبه، يبقى بعمل برضو ايه؟ ممكن اتصل اتصال مباشر عبر الكوميونيكيشن سيستم موجود عندي. طيب بشاهد ايه العلاج اللي خلص او الايه اللي ما خلصش وكميته قد ايه. نفس الكلام موضوع الباركود زي ما قلت لحضرتك، انا مش محتاج ان انا والله علبه العلاج دي استنى كده اما اشوف السعر، طب السعر مش باين، طب لا ده الكلام ده ايه؟ بالباركود اللي عليه والجهاز زي نظام الايه التسويق الموجود عندي. طيب طبعا ده بيقلل لي الفرصه في عمليه الريفيلنج بتاع الصيدليه واعمل امبروفنج لي الايرورز الموجوده عندي. طيب عندي موضوع تاني اسمه التيلي هيلث. التيلي هيلث ده عباره عن ايه؟ ان انا ممكن اعمل عمليه معالجه للمريض موجود عندي وانا بعيد عنه. هي فئه او جزء من اجزاء التيلي ميديسن الموجوده عندي لكن هي اكبر شويه من التيلي ميديسن. بقول هيلث ريليتد ايديوكيشن ليه؟ لان ممكن استخدم الحاجات دي في الريسيرش زي ما احنا قلنا او في البحث، ان انا ممكن اجمع 1 2 3 4
وادخل كل الداتا دي في معمل ابحاث. معمل ابحاث ده يقول لي والله ده انا لما طبقت الموضوع الفلاني ده هوت على عينه من المرضى, زي اللي بيحصل بقى في موضوع كورونا, يقول لك ايه روسيا طبقت الكلام ده على 100 واحد ومش عارف انجلترا او فرنسا عملت ده, في مصل هيطلع من الشركه الفلانيه. ليه؟ لانه خد الداتا دي كلها, هو ما راحش قاعد في البيت وجابه في المعمل عنده, ده هو ايه عمل كوليكشن بس للداتا الموجوده عندنا. ازاي يوصل له؟ ممكن اعمل بقى بابليك هيلث ريسيرش زي ما احنا قلنا, واعمل ادمنستريشن للهيلث سيرفيس. في التيلي هيلث حضراتكم احنا هنعرف بعد كده التيلي هيلث ده خلاص ممكن تبقى من ضمنها حملات توعيه. يعني زي ما احنا بنشوف حملات التوعيه دلوقتي يقول لك 100 مليون صحه والحاجات بتاع البلهارسيا والحاجات اللي كانت موجوده دي, ممكن يبقى الموضوع في شكل اعلانات. يبقى انا ايه, انا بحافظ على صحتك, مش شرط ان انا اتصل بيك وشرط ان انا اشخص مريض او ادي له علاج, لا ده انا ممكن ايه اوعيك صحيا بس ايه عن بعد, احط لك اعلان على الطريق بتاعي كده اقول لك والله ايه تنظيم الاسره زي الموجود حاليا في محطات المترو, يقول لك ايه والله واحد احسن من مش عارف من 10. طب ليه يا عم؟ يقول لك عشان تقدر تعلمه وتقدر تحافظ عليه. بعمل لك ايه اعلانات. فانا التوعيه حتى بتدخل, عشان كده بقول لك ان التيلي هيلث اوسع شويه من التيلي ميديسن. الميديسن ده خاصه بالعلاج والتشخيص والكلام ده, لكن في التيلي هيلث هتبص تلاقي ان انا حملات التوعيه حتى عبر المؤتمرات اللي بتحصل, عبر الاعلانات اللي في الشوارع, عبر الحاجات اللي في التلفزيون, ده بيديني ايه؟ بيديني توعيه. والابلكيشن مثلا بتاع اللي هو ايه الصحه حاليا دلوقتي اللي هم عاملينه عشان موضوع الايه؟ موضوع الكورونا. طيب التيلي هيلث زي ما انت شايف الميزه بتاعته ان هو بيديني الميديكال دايجنوستس, ممكن اعملها لاي حد مهما كانت المسافة. طبعا بقلل الويت تايم سواء تيلي ميديسن او تيلي هيلث. يبقى انا ايه, والله انا عندي سوفت وير دلوقتي يقول لي الدكتور اسامه فاضي في الوقت الفلاني, فانا مش محتاج ايه انتظر. ممكن يبقى الابلكيشن عندي يقول لي والله ده دلوقتي هو في رقم 20 انت رقم 25, فانا الوقت المفروض اتحرك بدل ما اروح اقعد في العياده طول النهار واعمل حاجه. التيلي هيلث او التيلي ميديسن قللت الوقت, ما عادش في انتظار, مش كده؟ يعني انتظار, انا دلوقتي ببعت الداتا دي للطبيب وهو هيرد عليا وانا قاعد, ما عادش بروح اقعد بقى بالعشر ساعات زي ما احنا بنشوف في مصر هنا الواحد ايه عشان يروح للطبيب ممكن يزهق من حياته. هنا بيديكريز البيشنت ترافل تايم, يقول لك والله انت عايز تروح لاخصائي في القاهره لازم يا عمي, ما هو في المحل حلو, يقول لك لا ده الراجل ده ما فيش حل. يبقى انت ممكن تسافر الفجر عشان تروح ميعادك مثلا الساعه 7 بالليل, والساعه 7 بالليل هترجع انت او تبات في القاهره او تروح تبات في القاهره, وبالتالي هنا الترافلنج تايم ما عادش موجود. تمام, او قال لي قوي. نفس الكلام يقول لك الراجل ده لازم يسافر امريكا, ممكن ما عادش يسافر امريكا, انا ممكن اعمل لك العمليه زي ما احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على التيلي سيرجري وانا في امريكا, انت في مصر هنا اللي هتسافر ولا هتدفع فلوس ولا اي حاجه, بس هيبقى في شويه متخصصين هنا وانا هناك في امريكا برضو بتابع العمليه او اعمل لك عمليه عن بعد اللي هو موضوع التيلي سيرجري. طيب التيلي راديولوجي اللي احنا قلنا عليه ان انا ممكن ايه الطبيب نفسه يشوف الاشعه ابعتها له, يعني الراجل بيعمل لك انت نايم على جهاز الاشعه هو بيطلع لك الفيلم بتاع حضرتك كهارد كوبي هنا, نفس الكلام يبعته لايه للطبيب في المستشفى مباشره. عشان كده احنا بنقول ايه ده شكل الاولدست فورم بتاع التيلي ميديسن او التيلي كوميونيكيشن سيستم. معاه هتلاقي ان ايه ان سيندنج ديجيتال تشيست اكس راي اوفر تيلي كوميونيكيشن ايه تيلي كوميونيكيشن لاين. ده من ضمن استخدامات التكنولوجيا الموجوده عندنا. موضوع الطب النفسي وده من حاجات صعبه جدا اللي هو اللي ممكن احيانا بعض الاطباء بيخافوا منه. انا ممكن عندي حاجه نفسيه فممكن راح للطبيب زي الفل وتجي لي الحاله ساعتها ممكن ايه امسك المريضه امسك الطبيب ايه اموته اضربه اعمل فيه معرض انه كده. وبالتالي الطب النفسي عن بعد اللي هو تلي فيزيشن تري انا وصلت لايه ان الراجل اهوت عنده حاله نفسيه تمام وقاعد مع الطبيب, انا بشوف سلوكه النفسي شغال ازاي وهو ما قربش مني او انا حميت نفسي. عشان كده اقول لك ايه ان في الطب النفسي الموجود عند حضرتك بدل ما الموضوع ما كان فيس تو فيس في ظروف معينه ممكن تكون حالته لا تسمح ان هو يتحرك, حالته لا تسمح ان هو يجي مباشره لان ممكن يعمل معاه مشاكل. وبالتالي هنا كده التيلي كونفرنس او الفيديو كونفرنس وفر ايه عليا القصه ديت, وبالتالي برضو ما زلنا من التكنولوجيا ساعدتني كتير في الحفاظ على النفس والحفاظ على الوقت والمجهود الموجود عندنا. طيب بالنسبه لانتظام ضربات القلب ممكن اشوفه باستمرار, مش كده؟
يبقى الراجل ده قاعد في المستشفى في العنايه المركزه زي ما حضرتك شايف كده، والسيجنال دي تتبعت لي باستمرار عبر ابلكيشن موبايل او على الايميل او على شاشه موجوده معايا. عشان كده ان هو اي سي جي قلنا الكتروكاردوجرام اللي هو جهاز رسم القلب تليمتري بيمونيتور البيشنت كارديك ستيتس حاله القلب بتاعته وبيبعتها الى ريموت لوكيشن. يبقى انا بتكلم على تيلي هيلث او تيلي ميديسن او تيلي كير في بعض الاحيان هنتعرف عليها بعد كده. الثلاثه دول الفكره فيهم قايمه على ايه؟ قايمه على ريموت لوكيشن. يبقى في ات ديستنس موجوده عنه. يبقى الاي سي جي هنا تكنيشن بيلاحظ او بيمونيتور الهارت ريسم بتاعه في ميني بيشنت في نفس التوقيت، صح؟ يعني في المستشفى المشكله عندنا فين؟ ان الراجل ده في غرفه واحد وغرفه اثنين وغرفه ثلاثه، لازم امر انا ايه؟ على كل اوضه عشان اشوف في رسم القلب. ما عادش الكلام ده بقى. طب ما انا ممكن على نفس الشاشه زي شغل الكاميرات اللي احنا بنركبه في البيوت عندنا. شغل الكاميرات ايه؟ انت شايف الخمس ست كاميرات اللي انت مركبهم على البيت على شاشه واحده، مش لازم تروح تبص على الباب ده وعلى الشباك ده عشان تشوف مين واقف او مين ايه برضه. نفس الكلام بالنسبه لده، على شاشه واحده ممكن اشوف كذا مريض في ايه؟ في نفس التوقيت. طبعا الاجهزه اللي هي الخاصه بالريموت مونيتورنج ديفايس، الراجل الجماعه اللي هم بتوع الربو بالذات اللي عندهم حساسيه على الصدر، يبقى ممكن اشوفه اهو الراجل ده معلق جهاز التنفس الموجود عنده، وممكن ابعت على الشاشه زي ما انت شايف كده الصوره بتاعته اللي هو ايه؟ اللي هو اعمل له عمليه متابعه لجهازه التنفسي عن بعد برضو خوفا من انتقال المرض، وممكن يبقى في حاجات معديه والكلام ده كله. فانا بوصل الانفورميشن بتاعتي الترانسميت عبر التليفون او عبر الفيديو كونفرنس الى مكان ابعد. الافكتفنس اوف تيليميديسن الغرض منها بقى، اول حاجه بعمل اكزيمينيشن او بتيست المريض على بعد مسافه، وانا مش محتاج ان انا ابقى فيس تو فيس زي ما انت شايف الطبيب هو بيشوف الاشعه وبيشوف المريض على عن بعد. اصبح دلوقتي الموضوع مهم قوي في السجون، مش ده؟ عندي مشكله في السجن دلوقتي، المساجين عندهم مشكله او عندهم مرض معين او عندهم وباء معين، انا ما عدتش محتاج ان انا كل يوم ادخل طبيب او اعمل مستشفى في نفس المكان. يبقى انا هنا قللت التكلفه وحسنت الظروف بتاع المساجين او السجناء الموجوده عندي اهو في السجون. ادى التطبيب عن بعد ان انخفاض تكاليف وتحسين ايه؟ تحسين الرعايه الصحيه للايه؟ للمساجين الموجوده عندي. طيب من هنا في بعض المستشفيات او الحاجات الوحدات الصحيه الصغيره هتلاقي في تكلفه انا اوجع دماغي ليه يا عم؟ ده احنا في صف اضطراب، يعني الموضوع ما يموت ولا ما يموتش، احنا مالنا؟ او في المحله القصه عم، لكن في القاهره او في المستشفى العسكري او في مستشفى مش عارف مين او المستشفى الملك مين، يقول لك لا ده القصه مختلفه، انا اقدر عندي الامكانيات اللي تشتري حاجه زي كده. وبالتالي في السمول هوسبيتال والكلينكس الموجوده عندي ممكن ابقى الهاردوير كوست افكتيف. يبقى كوست افكتيف يبقى انا في عندي في المقابل حاجات بتعوق هذا الايه؟ هذا التطوير. يعني اقول لك يا عم انا في الوحده الصحيه اجيب شاشه وميكروسكوب وكلام من ده، ده احنا كويس ان احنا عندنا اصلا سرنجات، مش كده؟ وبالتالي هنا عشان اوصل للكوست افكتفنس الموجوده عندي والميديكال افكتفنس لازم اقول ايه؟ اقول ان انا اقنع الناس بالايه؟ بالتكنولوجيا، مش كده؟ يعني واحد يقول لك ايه والله انت هتستخدم الحاجه الفلانيه دهيت فدي هتساعدك في ايه؟ في ان انت تكتشف المرض بسرعه. لازم اقنعه هو الاول ان الحاجه دي فعلا مهمه بالنسبه له. عشان كده بقول لك ايه؟ بقول لك ان في بعض الدراسات البحثيه بتفضل التطبيب عن بعد. ليه؟ لان هو ممكن اجمع داتا من اكتر مكان. يعني الموضوع ما عادش مغلق على ان انا في مصر بعمل ريسيرش على المرضى بتوع مصر بس. ده انا ممكن اجيب الدراسات اللي في امريكا والدراسات اللي في ايطاليا وفرنسا عشان اقول والله الكورونا دي كان سببها الحاجه الفلانيه او اعراضها الحاجه الفلانيه. وبالتالي هنا احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا في ريسيرش عشان نطلع مصر او نطلع علاج للمرض الفلاني او الوباء الفلاني، احنا محتاجين نجمع داتا من اكتر مكان. قبل موضوع التلي ميديسن ده او التلي كوميونيكيشن سيستم ما كانش الكلام ده موجود، مش كده؟ يبقى انا كنت محتاج ايه؟ مختصر على الحته اللي انا ايه فيها بس. هنا زي ما حضرتك شايف الافكتفنس برضه بتاع التلي ميديسن اصبح عندي سبب مهم ان انا استخدم التلي ميديسن، وهو ان انا محتاج هاي كواليتي ميديكال كير. صح؟ وخصوصا في موضوع الايه؟ انا محتاج الحق المريض ده بسرعه، يعني اللي عنده لا قدر الله كورونا، الكورونا ده محتاج يتلحق بسرعه، يا اما ايه؟ هيخش بقى في موضوع التنفس ومش التنفس والرئه وجهاز التنفس الصناعي مش هتلحقه. عشان كده الميديكال كير اصبحت
متاحة بالنسبة للناس تمام. ولولا في ظل الظروف اللي احنا فيها لولا وجود الانترنت والواتساب والفيس ومش عارف والحاجات صفحات الموجودة على الفيسبوك ما كانش احنا وصلنا للناس تتعالج في البيوت. عشان كده احنا بنقول الارقام اللي بتظهر دلوقتي في وزارة الصحة يقول لك 170 و200 ومش عارف وكام الكلام ده اعتقد ان هو غير صحيح. ليه؟ لان هو ما عندوش معلومات عن الناس اللي قاعدة في البيت بتتعالج. انا اخويا طبيب فعارف عندي الاعراض فبقول لي ايه والله خد العلاج الفلاني. وزارة الصحة عرفت عني حاجة؟ ما عندهاش داتا. لكن انا لو انا عندي الفاسيليتي ان انا بقول والله انا عندي الاعراض ديت وببعت لوزارة الصحة وهو هياخد مني البيان حتى ويقول ان انا عندي النهارده 1000 حالة بدل ما هم 200 يبقى ده فعلا في مصداقية. او العهل التاني ان انا اقول ان وزارة الصحة هتعمل تيست على كل الشعب زي ما الناس في بعض الدول عملت. لكن انا هو الارقام اللي احنا عشان كده اقول لك الايه المصريين بيشككوا في الارقام بتاع وزارة الصحة. هي ممكن وزارة الصحة ارقامها صحيحة 100% لكن في المقابل ليه هو سجل الارقام اللي راحت له المستشفيات فعلا ودخلت. لكن انا عندي 1000 واحد في البيت تمام عندي ناس تانية قاعدة في البيت وما طلعتش واحد كاف على نفسه وعزل نفسه وبياخد العلاج او البروتوكول بتاعه بناء على توصيه طبيب قريبه او قريب منه مش شرط ان انا اروح المستشفى خوفا من حاجات كتير خوفا ما الاقيش مكان خوفا ان انا على ما اروح اتعيد اكتر على ما اروح ان انا ممكن يحصل مشكله. وبالتالي قد تكون الارقام اللي بتطلع صح لكن في المقابل احنا عندنا ناس ما وصلنا ليها او بنشخصها او الناس شخصتها بناء على وجود التكنولوجيا المستخدمه. يعني بعت لك على الواتساب وبعت لك على الفيس بعت لك على تليفون ما كلمتك بعت لك الاشعه كل ده وانا قاعد في البيت ما احتكيتش بالطبيب. عشان كده يبقى في هاي كواليتي كير ميديكال كير موجوده. الحاجات الخاصه بالتامين لو انا ما عنديش تكنولوجيا انا هعرف منين ان حضرتك الهيستوري بتاع التامين بتاعك. يعني انت لو انت مؤمن عليك دلوقتي عشان تروح التامينات يقول لك ايه يقول لك هات رقم التامين بتاعك. جبت رقم التامين ليه؟ عشان اعرف مؤمن عليك ولا مش مؤمن عليك. نفس الكلام اذا كان حاجه في حاجه تخص الصحه وبالتالي موظف التامين بيخش على السوفت وير يعرف انت كان عليك تامين صحه ولا ما عليكش. انت تبع شركه فنيه ولا مش تبعها؟ انت تبع حكومه ولا تبع خاص؟ عشان كده في الحاله دي ان انا ممكن استخدم التكنولوجيا الموجوده عند حضرتك في ان انا ممكن اعمل ايه؟ كمبيوترايزد بيلنج. اقول لك انت والله ليك تامين صحي ب 100,000 جنيه ولا مالكش خالص؟ انت كام شركه مصر للتامين انت مامن عندها ولا لا؟ هنا نفس الكلام في التكنولوجي. الكودنج سيستم. يعني ايه كودنج سيستم؟ تعال نشوف هنا. لو انا عايز اعرف تكاليف مريض جوه مستشفى وانا اتكلم النقطه دي اتكلمت فيها المحاضره اللي فاتت. هو دلوقتي عنده التهاب رئوي، فالتهاب رئوي ده معروف ان هو له علاج معين مش كده؟ فبدل ما انا اقعد بقى اكتب بايدي ده الراجل اللي عنده التهاب رئوي وعنده مشكله في الصدر وعنده مشكله مش عارف فين بايدي انا على السوفت وير ايه؟ هدخل بس 969 انت شايفها دي. 969 المسجله دي هي على طول عارفه ان هي ايه؟ بيروح يجيبها من الداتا بيز بتاعته ان هي عباره عن الراجل ده عنده التهاب ايه؟ رئوي. طبعا ده محتاجه خبره شويه في الشخص اللي بيتعامل مع السيستم ده. ممكن يقول لك ان انا يبقى في عندي بروسيدر معين بناء على التشخيص او الارقام اللي بكتبها اقول لك والله 969 عندك التهاب رئوي يبقى تقريبا تكلفه العلاج بتاع حضرتك والسكن او الاقامه في المستشفى تقريبا هتبقى مثلا 2000 جنيه. عندك دور برد عالي او مشكله في القلب والله دي التكلفه الايه العلاج اللي هتاخده تقريبا يعني بقول لك ايه هيبقى في عندك الفاتوره بتاع حضرتك تقريبا بالشكل الفلاني. فده لما اسجل الكلام ده كله على السوفت وير في المستشفى اقدر في الاخر اطلع بعض الحاجات مثلا زي عنق الرحم دي والله مسحه عنق الرحم انا مش محتاج بقى اسال الطبيب المسؤول او بتاع الاشعه عنده هو داتابيز يقول لك والله المسحه دي مثلا ب 1000 جنيه. طب الكورونا مش عارف البي سي ار بتاعها ب 4000 جنيه تمام. يبقى انا عندي ايه؟ عندي داتابيز مجرد بدخل الكود بس رقم اعرف. الدور الرابع ده خاص بالنساء والتوليد. الدور الثاني خاص بالاطفال اخش عليه اعرف في اماكن ولا سرير فاضي ولا ما فيش زي ما احنا قلنا المحاضره اللي فاتت. طيب التكنيكال ايشوز اللي مهمه بالنسبه لي لابد ان انا عندي كوميونيكيشن سيستم زي ما احنا قلنا. يبقى الانفراستراكشر بتاعي لازم يبقى مظبوط. ما تقوليش مستشفى مثلا زي المستشفى الدولي في المنصوره مثلا المستشفى دي ما بقاش فيها سوفت وير كامل مش كده؟ يبقى في عنده خطوط انترنت ممتده من الدور الرابع لغايه الدور الارضي عشان يبقى في الاستقبال عنده كل الداتا. عندي كمبيوترات او حاسب الي عشان اسجل فيه كل الداتا الموجوده عندي. التلي كوميونيكيشن موجوده عندي لو هي مش افيلابل في الحاجات القرى والمناطق البعيده ده طبعا هياثر عليا. نفس الكلام بنتكلم عليه اللي هو الباندويتس. سرعه الانترنت بتاعت حضرتك كام؟
الاول كان بتبقى 200 حاجه 50 كيلو، بعد كده نص ميجا، بعد كده 1 ميجا شويه ورفعها 4، دلوقتي يقول لك ايه تصل الى 30 ميجا، وتيجي في الاخر تشوف السرعه تلاقيها ايه في الاخر 4 ميجا. يعني فين ال 30 ميجا دول؟ هو الباند ويدث او المودم المختلفه الموجوده. ده تكنيكال انشورنس. الانشورنس الموجود عندي او التامين اللي احنا بنعمله ممكن يبقى يكفر كل التليميديسن. يعني انت راجل دلوقتي موظف في شركه عثمان احمد عثمان، فهو مأمنين عليك، بس يقول لك خلي بالك ان التامين اللي انت عامله ده التقويم بتاع الاسنان مش فيه، صح؟ يقول لك عمليات التجميل مش فيه، عمليات مش عارف ايه مش فيه، النساء والولاده مش ايه يا عم، امال لما نأمن عليه؟ يقول لك بس عشان ايه لو مت ولا حاجه حصل لك حادثه وقلب وكلام من ده. اه ماشي. لكن في بعض الانشورنس اللي انت بتعمله يقول لك في حاجات في التلي ميديسن غير متاحه عندي. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هناك بعض الاشياء او بعض العمليات او بعض العمليات الجراحيه مش موجوده في الانشورنس الموجود عندي. لازم وانا شغال في التلي ميديسن او في التكنولوجي الموجوده عندي يبقى في عندي قوانين حاكمه. ليه؟ لان انا باخد معلومات سريه عن اسامه، صح؟ عن مريض، فعندي داتا عن اسامه كامله، متجوز ايه وفين وراح فين وجه منين والهيستوري بتاعه كان ايه من يوم ما اتولد لغايه ما دلوقتي. لو ما عنديش في الانفراستراكشر سيكيورتي على السيستم بتاعي اصبحت المعلومات بتاعتي متاحه على الجميع، وبالتالي يمكن استغلالها استغلال ايه؟ خاطئ. وخصوصا في موضوع الاشعه، صح؟ او موضوع الفيديو كونفرنس. انا دلوقتي مريضه واحده او واحد، بيبقى ممكن يبقى في عنده ظروف معينه او حاجات معينه ممكن الطبيب يشوفها لكن المفروض انا اسامه ما اشوفهاش. وبالتالي هنا القضايا القانونيه اللي احنا بنتكلم عليها او ليجال ايشوز اللي هي الخاصه بايه؟ بيخصص بموضوع السكيورتي الموجود عنه. طبعا كل ولايه او كل مكان بيبقى حاطط هو ايشوز معينه. احنا في مصر هنا الدنيا هايصه، يعني اسامه يشوف احمد ومحمد يشوف محمد وفلانه تشوف علانه. يا عم القصه مش كده. هناك في اماكن ثانيه يقول لك لا ده انا ايه؟ في عندي قوانين حازمه الموضوع ده ما ينفعش. حتى يقول لك ايه ما ينفعش تتبعت على الايميل، لازم تبقى تتبعت على السوفت وير بتاعي او على الموقع بتاع انا. ليه؟ لان انا عارف ان السكيورتي بتاعي مش حدش يعمل عليها هاك. وبالتالي هنا المسؤوليه ممكن تبقى غير واضحه من دوله الى اخرى. مش كده؟ يقول لك انا ماليش دعوه، يعني بتاع امريكا يقول لك انا ماليش دعوه بمصر، مصر بتاعي يقول لك انا ماليش دعوه بالسنغال. ليه يا عم؟ لان انا ليا قوانين حاكمه بتحكم هذا العمل ونقل الداتا وخصوصا السريه بالشكل ده. وبالتالي هنا احنا بنتكلم ان السكيورتي الموجود عندي لابد ان هو الانظمه دي يبقى ليها عليها ايه؟ تبقى هاي سكيور. وبالتالي حتى على مستوى الصغير المستشفى نفسها مش اي حد المفروض يخش على بيانات الايه؟ المرضى. يبقى في ناس معينه تخش، لان يعني في ناس ايه؟ ويبتزك بقى وشغل ايه؟ تدفع 10,000 جنيه ولا طلع السيدهات بتاعتك. فهو ده من ضمن الحاجات اللي انا لازم اخدها برضو وانا بشتغل في التكنولوجي او في التلي ميديسن ابلكيشن. الخصوصيه بنفس الكلام تقريبا نفس الموضوع السكيورتي. بقول لك الكترونيك ميديكال ريكوردز سبجكت تو مور ميس يوز، يعني ممكن اشتغل لها ايه؟ استغلها ايه؟ او اشتغل بيها بشكل غير مناسب. عشان كده هو عملوا كده الهيبه دي اللي هي هيلث انشورنس بروبابيليتي اند اكاونتابيليتي اكت. دي مؤسسه كده قال لك ايه؟ قال لك ان حاجه كونفيدنشال، يعني ايه؟ حاجه موثوق فيها. الشركه دي وفرت سوفت وير ما حدش يقدر يعمل عليه هاك ولا يدخل يجيب الايه؟ المعلومات بتاعه او يسرق البيانات الموجوده عندي، لان ممكن دي وخصوصا خلي بالك دي صار قوي في الموضوع ايه؟ ان امريكا الوقت بتعمل ابحاث على المرضى بتوعها. مش كده؟ فانا عندي مثلا وليكن عندي مثلا 3 4 مليون مريض بكورونا مثلا في امريكا. مش كده؟ ولكن المعلومات الموجوده عندي احنا مسجلين معلومات، والله المريض الفلاني كان عنده الاعراض الفلانيه وعنده المشكله الفلانيه، فممكن تبقى المعلومات دي ضد الدوله نفسها. بمعنى ايه؟ ان انا اعرف ان انتشار في انتشار مرض معين في ايه؟ في المكان ده، فانا كصين ولا امريكا ولا انجلترا ولا مش عارف ايه استغل المعلومه. والله ده الدنيا مهلهله من جوه، ده الناس دي عندها وباء بس مخبيه على العالم كله، فاحنا ممكن ايه نستغل الموضوع ده سياسيا او اقتصاديا او مش عارف ايه بشكل او باخر. لو هو ما عندوش السوفت وير ده والكونفيدنشاليتي ديت او السريه ديت او الموثوقيه الموجوده عنده في السوفت وير هيخلي الداتا دي متاحه لايه؟ لاي حد. وبالتالي ممكن عشان كده احنا بنتكلم على البرايفسي او السكيورتي ستاندرد لابد ان هي ايه؟ تكون متوفره عدل. اخيرا الفيوتشر الموجود عندنا. الفيوتشر في التري ميديسن ما عادش شغال على الدول المتقدمه بس، ده احنا عايزين نروح للجماعه الايه؟ الجماعه السود اللي انت شايفهم دول، صح؟
الجمعه بتاعه الغلب بقى والصومال والحتت دي. فقال لك انا محتاج ان انا اوصل موست ادفانسمنت على الميديكال كير لكل العالم، ما عادش الناس اللي معاها فلوس بس، ده انا محتاج ان انا اخلي الناس تعيش اطول. بس معيشه الناس اطول وباكتيف لايف يعني بصحه جيده او بيبقى ايه نشيط، عنده نشاط، وبالتالي ده ممكن ياثر عليا كدوله صح؟ يعني ما الناس هتعيش اكتر، هتعوز فلوس اكتر، هتاكل اكتر، يبقى احنا عايزين اصلا نبيد الشعب، انت عايز تعيشهم، وبالتالي هنا ممكن يقول لك ايه اهو في بعض الناس ممكن ما بقاش عندها اصلا انشورنس، يعني زي جماعه العمال والعاديين، وبالتالي ده يموت يا عم ولا ما يموتش مش مشكله، ما بدورش عليه. هنا لازم امنع الايرور، بقلل اخطاء كتير بالنسبه للتكنولوجيا الموجوده في المرض. يعني انا دلوقتي لو عندي هيستوري للمرض دوت من سنتين 3 4 5 ده ممكن يقول لي ايه، والله انا بتنبأ ب اللي جاي ممكن يحصل فيه. عشان كده ايه الناس عرفت المرحله الاولى من كورونا، في ناس دلوقتي بتتكلم يقول لك في مرحله ثانيه مش عارف جايه في شهر كام، هو خلاص عنده ايه، عنده استعداد، الناس استعدت خلاص ان هو يقوي مناعه، ان هو مش عارف اول ما يحس بايه ياخد ايه، ان هو اول ما يحس مش عارف باعراض مش عارف كذا ياخد العلاج الفلاني، فهو عنده ايه بقى، عنده استعداد نفسي وجسدي بالنسبه لحاجه زي كده. وبالتالي هنا الهيرث كير كوست على المستوى كل ما بيمر الزمن هتلاقي الكوست بقى اقل، وبالتالي هنا في بعض الافراد والشركات والحكومات بتكافح تكاليف الرعايه الصحيه. لذلك في التامين دلوقتي عندنا حتى في مصر يقول لك ايه ما عادش في تامين صحه اصلا، مش كده؟ التامين بتاعك زي ما قلت لك ما يغطيش كل الايه؟ العمليات. حتى يقول لك كده لازم يديك وانت رايح في التامين الصحي، يقول لك والله ده انت لما تخش المستشفى وتتحجز خلي بالك المرافق مالوش فلوس، المكوى، التليفون، الشرب، الاكل، كل ده على حسابك انت، امال يا عم انا مامن عليه؟ خش تقعد عندنا بس. دلوقتي حتى انت لما تروح المستشفى العاديه، طب انت عايز حقنه مش عارف ايه؟ يقول لك طب روح اشتري لنا سرنجه من بره، طب يا عم فين الفلوس اللي انا دافعها؟ يقول لك هو كده، هي المستشفى كده، هي دي ظروفنا كده، هو ده اصبح خارج ايه؟ عشان كده الدوله بتحاول تقلل تكاليف الرعايه الصحيه، ليه؟ لان قلت لك الناس بتعيش اطول. فعشان انا اغطي التامين الصحي لكل البني ادمين اللي عايشه اطول دي، الاعمار هنا بقى اكبر او اكتر، وبالتالي الموضوع هنا بقى اصعب. عشان كده ايه الحل؟ ان انا لو استخدمت التكنولوجيا وعالجت نفسي في البيت هوفر انا الكلام ده كله، صح؟ يعني لو احنا خدنا موضوع الكورونا ده، لو كل الناس اللي تعبت راحت المستشفيات، هم جم في فتره كده قال لك ايه ما عادش عندنا اماكن، حتى لو وزير ما عندوش مكان، مش كده؟ طب ليه يا عم؟ لان دلوقتي عنده اماكن معينه وامكانيات او انفراستراكشر معين بقدرات معينه مش هيقدر يستوعب اكتر من كده، مش كده؟ واللي بوظ ايطاليا في الفتره بتاع الكورونا دي ايه؟ الناس كلها تعبت في نفس الوقت، فايه؟ خلاص فبدا يعمل ايه؟ يعمل بريوريتي. البريوريتي دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا اللي فوق ال 70 سنه سيبه بقى يموت، خلاص يا عم احنا مش محتاجينه، خلي بالك شوف بقى الحته دخلت فين؟ احنا بنقول لعمار اطول، مش كده؟ لكن اللي تحت الشباب الصغير هو ده اللي يحس او محتاج ان هو يخش، عايز لسه يعيش عمي، عايزين نعيشه، لان هو ده الباور بتاع الدوله. فالبريوريتي ما دخلتش الا ما الانتشار بتاع المرض زاد وما عندوش امكانيات، فقال لك ايه؟ قال لك الحل ايه؟ قال لك ان انا الجماعه اللي فوق ال 60 او فوق ال 70 سيبه يموت او يحصل له يتعالى يعافى يا اما يموت، واشتغل على حاجه زي كده. اخيرا عشان ننهي المحاضره بتاعتنا، طبعا احنا اتكلمنا في البايوميكاترونكس، اتكلمنا عليها ان هي بتساعد الديسيبل من خلال البروسيستك سيستم، بتستمر فتره طويله، بتعمل هيرث كير، بتديني قوه، لان ممكن يبقى في واحد عنده مشكله في عضل او في عصب معين، فبدي له حاجه تقوم هذا العصب او تشتغل معاه، والليمب موفمنت ان هي ايه بتحرك حاجه زي كده. الموضوع ممكن يبقى بروسيستك، حاجات اجهزه عوضيه زي ما حضرتك شايف كده، اللي هو عمل دراع، او ان هو ايه الناس اللي عندها مشاكل في العظم او الفلات فوت، بداوا يعملوا دلوقتي شوز بحيث ان هو ايه يلبسه يظبط ايه رجليه. ممكن تبص تلاقي واحد رجله مايله شويه او مش عارف يحطها كلها على الارض، طب ايه بيعمل له زي قالب كده عشان ايه؟ عشان يوصل بيه. ده برضو بيسموه اورثوستيك بايوميكاترونكس عشان يقدر يعالج المشكله. لكن الموضوع في الاخر خلي بالك ايه، ها هو ميكاترونكس او ميكانيكال، بس لازم يبقى فيه ايه سنسور، والسنسور ده ما عادش سنسور عادي، ده بقى ايه
بايو سنسورز. احنا هنشوف المحاضرات اللي جايه الحاجات اللي بتقيس الاي سي جي. هو مش سنسور عادي، هو بيقيس فعلا تدفق الدم وحركه الدم، لكن ايه، لكن يبقى له مواصفات معينه وبيشتغل بطريقه معينه زي البايو سنسور او البايو اي سي جي اللي احنا بنقدر نشتغل. ده بيقيس ايه؟ بيقيس البلس، حته بتاع كده تحطها ايدك بيعمل ايه عام، بيشوف النبضات بتاع حضرتك، يقول لك انت دلوقتي 72 ولا كام. لكن في الاخر عايز اوصل لحضرتك ان البايو ميكاترونكس في الاخر عباره عن ايه؟ كنترول سيستم في الاخر احنا بنشتغل. عشان كده انا في المحاضره الاولى اتكلمت مع حضرتك ان الموضوع ممكن ايه، ممكن انت كميكاترونكس انجينير تشتغل في الايه، في البايو ميديكال، ينقصك ايه، تفهم السيستم الميديكال ده هو شغال ازاي. لكن انت السيستم بتاعك اهو انت كمريض تمام، والكنترولر اللي انت بتحطه على الجهاز عشان يتحكم في التنفس، هو التنفس ده ايه، ما هو كله ايه، شغل بامب وشغل فالف وشغل هواء، يبقى انت شغال نيوماتيك وسنسورز موجود مع حضرتك وفالف وبامب، مش كده؟ السنسور الموجود مع حضرتك هتقارن الريفرنس، المفروض والله المفروض الراجل ده يتنفس بمعدل مثلا 120 مثلا، يبقى ما تنفسش 120 يبقى انا محتاج ازود له الايه، المعدل شويه. طب الاكسجين مش عارف 90 ده لازم يبقى 95، يبقى انا ايه، الموضوع كله في الاخر ايه، كنترول سيستم على تنفس، على ضربات قلب، على ضغط دم، على سكر، على ده. لكن السيستم اللي انت عايز تفهمه هو القلب شغال ازاي، المخ شغال ازاي، التنفس، جهاز التنفس ده شغال ازاي. انت محتاجك ينقصك ايه، الحته الميديكال بس. والحته الميديكال دي ممكن ما تاخدش انت فيها زي ما احنا هنعمل، لكن ممكن بالاستعانه الطبيب موجود مع حضرتك، قول لي يا دكتور الحاجه الفلانيه دي عشان افهم بس الايه، الكونسبت شغال ازاي، وبالتالي اقدر اظبط لك جهازك ان فعلا يطلع لك ايه، ال 120 اللي انت عايزها او ال 90 بالمقارنه اللي احنا خدناها في الكنترول، مقارنه الريفرنس اللي هي ال 120 والجهاز السنسور قراهولي، يبقى السكر المفروض يبقى مثلا في الدم 95 وهو طالع 30، يبقى في عندي ايرور مقداره كام؟ مقداره 60، يبقى انا لازم اعمل دايركت كنترول تعلي السكر. طب اعلي السكر ازاي يا عم؟ ان انا مش عارف بتنفس، او ان انا مش عارف اعمل جهاز تاني بيديله انسولين، او يبقى انا عندي ايه؟ الكونسبت العام بتاع الكنترول، لكن ينقصنا الحته بتاع فهم السيستم الايه؟ الطبي. طبعا الموضوع هنا لاكشويترز، لو انا بعمل رجل صناعي يبقى انا محتاج افهم ايه؟ محتاج افهم الموتور الموجود معايا اتحرك ازاي؟ يبقى انا ما عنديش البيزكس بتاع المواتير، مش هقدر اشتغل في الكنترول بتاعي او اعمل الايه؟ الرجل دي. خلي بالك الرجل الصناعي اللي هم بيعملوها دي اللي احنا اتكلمنا عليها تكلفتها كام مليون دولار الاسبوع اللي فات، 3 مليون دولار تقريبا، محدش بيشتغل فيها لوحده. ما يجيش اسامه تقول ان هو راجل علامه هيشتغل في حته، لا ده انا بشتغل، ممكن اشتغل بس في الكنترول على الموتور الصغير، موتور واحد، مش يعني حته رجل زي دي كده زي الصغيره اللي انت شايفها دي كده، ده ممكن تلاقي معمل كامل شغال عليه، عشان بس محدش يضحك علينا ويقول لنا اه ده انا هعمل رجل صناعي لوحدي، لا محدش بيعمل كده تمام. الكنترولر، الصوره طبعا انا مش محتاج حضرتك تحفظها، كان معرض قدامك ليه؟ لان الموضوع كله في الاخر ايه، مقاومات ومكثفات وبريشن امبليفاير تمام، وترانزستور ودايودز. يبقى انت لو انت مش فاهم هاو تو تيست الكلام ده، هتقدر تقول لي ده الكنترول تنشيلها ونغيرها؟ يبقى انت ممكن ايه، تجيب الداتا شيت. عشان كده بننصح كتير ان احنا اي مكنه تتعامل معاها لازم تقول ايه، فين الداتا شيت بتاعه، ما تفتحش المكنه كده، تفتحش الكمبيوتر ده من غير، يعني انا واحد من الناس لما اجي الكمبيوتر ده حصل فيه عطل ما بروحش افتح كده وقال لي انا، برغم ان انا مهندس اهو، يا عم انا مهندس الهندسه دي، بص حد زي فيه، وافتح واجيب المفكات واشتغل واجي اقوم ايه، عامل اي حاجه حرق الدنيا. لكن لازم اروح على اعمل ايه، اجيب انا على الموقع بتاع الشركه بتاع اتش بي، انا عايز مواصفات الكمبيوتر الفلاني، الهارد فين والبروسيسور فين والكلام ده فين، اخد باك جراوند. فدايره زي دي هي دي، هو ده البوكس اللي فوق ده. طب انا اروح افتحه كده، افتحه وانا باصص على ايه، عشان اعرف الدخل فين والخارج فين، عشان لما امسك الافو واروح اتست على الدايودز او الترانزستور او المقاومه اعرف اقول فعلا المقاومه دي محروقه. فانت ممكن تشتغل في صيانه اجهزه طبيه وانت اصلا مالكش دعوه بالطبيه، مش كده؟ بس تبقى فاهم الايه، الترانزستور شغال ازاي. المفروض خارج النقطه ده اهي مثلا، بعد الترانزستور ده هو ده يا ترى الاميتر ولا الكوليكتور، صح؟ يبقى انا محتاج اعرف اللي انت خدته في اسئله الكورنيه ان بي ان ولا بي ان بي. طب ليه يا عم؟ عشان ده مش عارف كومن اميتر ولا كومن كوليكتور، الحاجات اللي انتوا خدتها قبل كده. طيب الموتور اهو، في موتور هنا موجود معايا اللي هو رمز الام ده. طب الام ده حط عليه دايود،
انا مش محتاج حضرتك تعرف تفاصيل كل ده، ده في الداتا شيت او في المكان اللي انت هتروح تشتغل فيه هتبقى لما تقرا هتعرف التفاصيل دي كلها، لكن عمر انا في اي مكان في الدنيا ما علمك الدائره دي هي شغاله ازاي، تمام؟ لكن انا عندي على الاقل الموتور ده اهو محطوط اي عام عليه مش بتوصف تفاصيل، لكن محتاج محطوط عليه طيب ومحطوط تقيل لان انت لا شكله عكس محطوط بفوفه ومحطوط على التوازن على الموتور ده فايدته ايه يا عم؟ انا كده مبدئيا انا ما اعرفش، انا شخصيا بقول لك ما اعرفش، بس مبدئيا كده ها الغرض منه ها بروتكشن صح؟ عشان لو حصل حاجه يعني انا دي نظرتي المبدئيه هي رغم ان انا ما اعرفش التفاصيل التانية اللي هو الراجل قال لك ايه، بس انت لازم عندك عينك الثقيله اللي تكون في الهندسه تقول ايه؟ تقول والله انا عندي هنا دايت، الدايت ده بيعمل ايه يا عم؟ الفكره الاساسيه اللي انا خدتها عنه ان الدايت ده ممكن يبقى شورت سيرك صح؟ لو جه تيار عكسي ممكن لو دخل التيار العكسي على الدور مباشره يعمل ايه؟ هيقوم حرق. طب المفروض ده عامل دايره باظت يعني البوكس اللي انت شايفه في المليون جنيه ده راح، طب انا ممكن احط له دايت قد كده لان اغلب حاجه زي ما انت شايف في القصه دي هي ايه؟ هي الموت كلها مقاومات المكسبات يعني ب 10 15 جنيه كنت شايف. فهو جاي حضرتك والله فانا محتاج من حضرتك من هنا ما تعرفيش كل دي شغاله ازاي، دي بقى ايه عايزه وقت وعايزه تفاصيل، لكن اعرف مكسب لده اقيسه ازاي؟ اقيسه بقيمه تمام وفراغ وغيره، او في ان انا مقاومه زي دي والله ممكن اقيس الموت ازاي؟ طب احط الطياره اعرف الطياره اذا كان سيريز ولا فاريبل الخبيثه انت بقى مش ممكن، هي دي الحاجات اللي انا عايز احط بقى او ايه، لكن دي تعلمها او معرفتها طبعا دي محتاجه وقت ومحتاجه من النهارده جاي وتخش على مره بتاع الشركه دي تقول بقى لو تفاصيل طب الحته الاولانيه نازلين ده ايه، طب الفرق هنا ايه، فكل الكلام ده هتلاقي في الداتا شيت، يبقى انت ممكن تروح تعمل ليست للدايره دي كلها من البدايه للاخر او بالعكس، بس تبقى عارف ان ده رمز مفتاح وده رمز مفتاح سيف فاكر من ده من ده ده مفتاح عادي والتاني يقول لك مش عارف سن مش عارف ايه سن سرور يقول لي سن ايه سن مش عارف يا عم انت من ده ترانزستور ترانزستور شايف ده وشايف ده وشايف ده الاثنين دول زي بعض بس ايه ده؟ لا الحاجات اللي انت بتتكلم عليها اللي بعيده عن الباي وورك انا محتاج من حضرتك حاجه زي العلم لما تبص عليها لو شفتها في حته وظبط زي كاتب عليه هو ام او اس في حاجه في الترانزستور اسمها مصفت مصفت ترانزستور اعتقد انتم ممكن تكونوا خدتوها او بصيتوا عليها وفي عندي البي جي تي البايبولر مش عارف ايه البايبولر جانشن ترانزستور اللي هو ده بس عندي حاجه ثانيه بص كده السهم الثالث ده اللي هو والسهم الثاني طلع لبره واحد ايه؟ واحد كوما مش عارف ايه الثاني بي ان بي والثاني ان بي ان واحد كوما ايميتر والثاني كوما كوليكتور يبقى انت محتاج ان حضرتك تبص على حاجه زي كده بعد ما شفنا الكنترولر ممكن الموضوع ده يبقى شغال زي ما قلت لحضرتك في البايو ميكاترونكس شغاله ريسيرش اند ديفلوبمنت هم في بعض الاحيان بيسموه ار اند دي يعني لما هتنزل تسمع كده في السوق يقول لك ايه الراجل ده شغال ار اند دي او ار دي research and development هو مهمته في المصنع ان هو يبحث في حاجه معينه وديفلوب الحاجه دي اللي هو research and development بص كده انا عايز تبص للسيكونس الموجوده بره دي كده اول حاجه لازم تبقى فاهم الكونسبت ايه صح لازم تعمل discussion ما ينفعش تاخد القرار بنفسك لازم ايه تروح انت هتشتغل على تيلي ميديسن فلازم تشوف المرضى وتشوف متطلباتهم والمشاكل اللي بيعانوا منها ممكن تعمل ريسيرش يبقى هنا تعمل ايه عملت ايه البحث ممكن تعمل اكسبيرمنتال ديزاين خلاص بقى انت بحثت ودورت وعرفت المشاكل فين تعمل ايه اكسبيرمنتال ايه ديزاين بعد كده اعمل بروسيس ديزاين او بروسيس ديفلوبمنت يبقى ايه اطور حاجه موجوده يبقى ممكن اعمل ديزاين فروم سكراتش اعمل حاجه جديده واعمل بروسيس ايه ديفلوبمنت او اطور الايه الموجود الاناليسيس الاناليسيس ده مهم قوي ليه؟ لأن أنت من غير أناليسيس مش هتعرف أي حاجة، صح؟ يا ترى السوق راضي ولا مش راضي؟ يا ترى لما تنزلت المنتج ده الناس رضت عنه ولا ما رضتش؟ لأنه لو مش راضي أنا بعمله كله في الفاضي. يبقى أنا ما عملش ديفلوبمنت لحاجة أصلاً الناس مش عايزاها. يبقى بوجع دماغ وبصرف فلوس في الإيه؟ في الفاضي. بعد كده أرجع أعمل إيه؟
الانتليوج هو البروبرتي حاجات الايه الخاصه بقى بالذات نفسه. انا لما ركبت البروسيست كليمب دي رجل الصناعيه دي انا مرتاح ولا مش مرتاح؟ حاجات ايه؟ حاجات نفسيه بقى. ما انا لو مش مرتاح يبقى ايه برضو في مشاكل، يبقى الحركه مش مريحان. اقول لك لا والله ده انا ايه ده ماسك على رجلي، عامله زي الكمامات اللي احنا بنلبسها دلوقتي. في كمامه تبص تلبسها تبص لها ايه معلم في ودانك وزي ما بيقولوا كده ايه ارفقك اكتر ما هي مريحاك، والتاني يقول لك ايه لا ده بالاسك محتاجين ايه نظبطه. في كمامه تلبسها تبص تلاقي الاسك بتاعها قطع، يبقى انا ما عادش اللاسك ده نافع، يبقى انا محتاج ايه ده ريسيرش اند ديفلوبمنت. يبقى اللي عمل الكمامه ده اهو المفروض دي ما يلزقهاش. في ناس يعني بعض كانت تبص لها ملزوقه بالشمع، تيجي تمسك البتاع كده تبص تلاقي قطع، فبدات الناس تدور ايه يقول لك اه طب ما انا اخيطها. يبقى ده برضه ايه عمل ريسيرش وعمل دور في السوق ولا في مشاكل، فببدأ اعمل ايه اعمل ديفلوبمنت الموجود عندي. بعد كده سكيل اب باث. يعني ايه سكيل اب؟ ان انا ممكن الكمامه دي بدل ما اخط ما اطلع انتاجيه النهارده 1000 محتاج اطلع 2000 عشان المشكله اللي احنا عايشين فيها، اطلع انتاجيه 10000 يبقى سكيل اب. يبقى انا ايه على الحاجه الصغيره ممكن ايه اكبرها، لازم افكر عشان اعمل ديفلوبمنت. خلي بالك ريسيرش اند ديفلوبمنت بتاعني ايه؟ ان انا المعهد ده عايز اكبره. اكبره ازاي؟ بقسمين الميكاترونكس ومش عارف ايه؟ لا ما انا محتاج افتح مدني وعماره وي 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 عشان يبقى ايه؟ يكبر. بعد شويه هتلاقي المكان ده غير سامح لان عندي الاقسام كترت والطلبه كترت، يبقى انا محتاج ايه؟ مكان اوسع. عشان كده بقول لك ايه؟ سكيل اب باس. ازاي هتكبر الايه؟ القصه دي. عشان نخلص المحاضره بتاعتنا. الحاجات زي ما انت شايف ممكن تبقى حاجات على الاطراف الايد وعلى اطراف الارجل الموجود مع حضرتك، وده كان اول واحد بداوا يعملوا الايه؟ السيستم اللي هو الاكس او اس 2 ده عشان الناس دي تلبسه ويبدا ايه يساعدها في الحركه الموجوده عندنا. ده شوف الشكل ده كان اول ايد صناعيه اتعملت بالنسبه للسيستم الموجود عندنا. اول ايد صناعيه، شوف التولاه كان عامل ازاي؟ ايه ده الراجل ده عمل كان اكيد ايده تفضل مقطوعه احسن بدل اللي انا عامله ده. بس شوف البدايه كانت فين؟ لولا ريسيرش اند ديفلوبمنت الموجود مع حضرتك ما كانش وصل الايد ايه ده ممكن تبقى اخف من ايدك العاديه اصلا. يعني الايد الصناعيه اللي هي معموله حاليا بقت اخف. بص ده كده ها في سنه كام؟ 1890. موضوع قديم مش جديد. سلو رياكشن تايم، يعني اصلا بفكر اما احرك ايدي يكون الراجل مات. يا عم انا مش عايز اكل اصلا، لا انا هاكل كده هنزل ببقي اكل احسن ما ايه؟ ما ارفع الايدين اللي انت شايفهم دول او الرجلين اللي انت شايفهم. هنا تو هيفي طبعا. كان التيست على الهيومن كان صعب. طبعا مشكله البروسيستك سيستم هي البطاريه. صح؟ لان الموضوع ما عادش خارجي بس، ممكن يبقى فيها حاجه اجهزه تعويضيه داخليه. صح؟ زي الكليه الصناعيه اللي بيعملوها. الكليه الصناعيه اللي بيعملوها دي هيعملها ازاي؟ محتاج حاجه تشغلها باور. عشان كده اقول لك ان من ضمن المشاكل الموجوده مع حضرتك هي الايه؟ الكي كومبوننتس اند ليميتيشن في البطاريه الموجوده عندي والحاجات الخاصه بالتشغيل الموجود عندنا. طبعا ده احد السيستمز الموجوده عندنا اهو، الراجل نايم ومتوسط عليه الايه؟ الاجهزه زي ما انت شايف، سواء بتقيس اي سي جي او خلافه عشان تاخد كل الداتا الموجوده عندنا. زي ما انت شايف في دايره هنا كده، زي ما قلت لك هنا مش ممكن مش شرط ان هو يبقى الحاجه اكسترنال بس، ممكن تبقى حاجه ايه؟ هركب لك حاجه جوه تسلك شرايين او تساعد او اللي هو بيسموه الامبلانتبل بيس ميكر، اللي هو لو عندي مشكله في ضربات القلب وعدم انتظام بحط لك حاجه على القلب نفسه مش بره، بحط لك على القلب نفسه اول ما يحس بعدم انتظام في ضربات القلب هو ايه؟ بيعمل ريجوليشن عليها. واحنا اعتقد خدنا المثال ده واحنا بنتكلم في المقدمه بتاع البايوميكاترونكس. طبعا ديت الحاجات الكومبريشن اللي انت شايفها ايه؟ ممكن تبقى جسم كامل او جزء كامل، ممكن الانسان الجزء اللي في النص كله اللي تحت ده مقطوع وبالتالي ممكن ايه يعمل عمليه استعاضه بشكل او باخر سواء كان في الجزء العلوي او في الجزء السفلي. الموضوع ممكن في البايوميكاترونكس يروح لاجهزه عسكريه او طبقات عسكريه، يبقى بيعمل روبوت صناعي. الروبوت ده ممكن يشيل حاجه او يساعد العساكر او يساعد الايه الطبقات العسكريه الموجوده عندنا. ده الاكس او سيستم اللي احنا كنا بنتكلم عليه، برضه هو اتعمل له سيستم كامل. وخلي بالك ممكن يكون التغذيه بتاعته ايه؟ من خلال سلك، بس السلك ده السلك اللي ورا ده السلك ده يبقى له ليميتيشن. ليميتيشن فين؟ مش هقدر اوصله لما لا نهايه. ماشي ايه في وجود السيستم الموجود عندي، يبقى ممكن يبقى الموضوع لبس بلبسه، يبقى انا بعمل له زي بدله كده بلبسها عشان تساعده في الحركه الموجوده عندي. ممكن تحتاج حاجات خاصه بالجسم نفسه او الحاجات الداخليه الموجوده عندنا. الموضوع ممكن يبقى ارتفيشال ماسل، عنده مشكله في العضلات فبعمل له ايه حاجه ارتفيشال بناء على
المكان اللي حضرتك شايفه طبعا هنا فيه ثلاث اشكال مختلفين موجودين قدام حضرتك، دول بيقولوا على حسب المكان اللي حضرتك بايه بتعمل عضله فيه مناسبة. اخيرا الاي لايك كاميرا، احط لك عندك مشكله في العين فممكن ايه استعيد العين القرنيه والحاجات اللي بيعملوها حاليا، يقول لك ايه انا اشيل القرنيه الطبيعيه دي واحط لك قرنيه صناعيه، يبقى هو ممكن يعمل ايه للناس اللي هم عندهم مشاكل في النظر يقدر يعمل باستخدام البايوميكاترونكس حاجه زي كده. بكده نكون احنا تقريبا اتكلمنا على استخدام التكنولوجي في الطب او في الميديسن. ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على الاوريجين والديفلوبمنت بتاع التيلي ميديسن عشان ندخل بقى في الاي سي جي والاي جي او الاشارات المختلفه من الجسم ازاي نبدا نشتغل بيه. بشكر حضراتكم، ان شاء الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي. المحاضره دي ان شاء الله اتسجلت.